أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين. السودان يؤكد عدم قبوله الملأ الأحادي لسد النهضة الإثيوبي إلا بعد توقيع اتفاق. اللجنة التسييرية لمصدري الذهب تطالب بفصل عمليات صادر الذهب عن استيراد السلع الاستراتيجية. النيل الأزرق تواصل تحضيراتها للموسم الزراعي وتستهدف أكثر من 3 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة. أهلا بكم. أكد السودان عدم قبوله الملأ الأحادي لسد النهضة الإثيوبي إلا بعد توقيع اتفاق. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن وفد السودان طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بحسب تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء. وأكد عباس أن موقف السودان منذ بداية مفاوضات سد النهضة يرتكز على مبدأ أساسي في القانون الدولي، وهو حق الدول المتشاطئة للنيل في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه من غير إحداث ضرر على الآخرين. وأوضح أن السودان ظل يشارك كطرف أصيل في المفاوضات الثلاثية على الرغم من المبادرات المتعددة التي كان يقدمها كحلول توافقية لبعض النقاط العالقة بشأن سد النهضة. وأبان أن السودان يدعم قيام السد باعتبار أن إثيوبيا الحق في التنمية وتوليد الكهرباء، إلا أنه يرى أن يتم ذلك وفق قواعد القانون الدولي. طالبت اللجنة التسييرية لمصدري الذهب بفصل عمليات صادر الذهب عن استيراد السلع الاستراتيجية، وشددت على اتباعها بالمحفظة المخصصة لذلك، فيما رحبت بالقرارات الخاصة بتحرير صادر الذهب. وقال الأمين العام للجنة عبد المولى حامد الجدال إن الشعبة ستكون سندا للاقتصاد، وتوقع أن تسهم قرارات اللجنة الاقتصادية بتحرير صادر الذهب في زيادة الإنتاج وخروج كميات من الذهب المخزن في مناطق الإنتاج للبيع والصادر. وأشار إلى أن صادر الذهب وفقا للضوابط الجديدة يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، ويغذي خزينة الدولة بالعملة الصعبة بما يؤدي إلى تراجع سعر الصرف. وكانت اللجنة التسييرية عقدت اجتماعا طارئا بقرارات اللجنة الاقتصادية الطارئة والخاصة بتصدير الذهب وفقا للضوابط التي طلبها المصدرون. إلى ذلك رحب رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي بالمنشور الجديد الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب، والذي يشكل في مجمله دعما حقيقيا لكل العاملين في هذا القطاع الاقتصادي والحيوي. وقال تبيدي إنهم سيعملون بعزيمة كبيرة خلف كل من يقود هذا القطاع لدعم الاقتصاد الوطني كافة، وعرب عن أمله أن يحدث تعاضد بينهم وبين كل الجهات لدعم القطاع بالتشريعات الضابطة للعمل فيه والملزمة لهم جميعا، والراكز على صياغة خط وطني عريض يدفع بكل المجهودات الوطنية لآفاق اقتصادية لبناء الوطن من جديد، وتأكيد مقدرتنا على ذلك. أقرت محلية الفاشر بوجود مشكلات في توفير سلع الوقود والغاز والدقيق وعمل الأفران وتهريب عدد من السلع الاستراتيجية إلى المحليات المجاورة. أوضح المدير التنفيذي لمحلية الفاشر حافظ بخيت أن الكميات من الوقود والغاز والدقيق التي تصل لا تكفي حوجة المحلية، وبان أن هناك جهودا مع وزارة المالية لزيادتها. وأشار إلى الأوامر المحلية التي صدرت لحسم ظاهرة التلاعب في السلع المدعومة، وكشف عن تسعير الغاز ب 250 جنيها من المستودع ومن مراكز التوزيع ب 285 جنيها، بالإضافة إلى توفير كميات من السكر المدعوم بواقع 2900 جنيه للجوال. وأشارت سلطات محلية الفاشر إلى وجودها في مجال الطوارئ بالنسبة للخريف والطوارئ الصحية لمجابهة كورونا. الجانب الخاص بالآليات السلع الاستراتيجية، عندنا آليتين، الآلية بتاعت السلع الاستراتيجية الخاص بالوقود والغاز، والثاني بما يختص بالدقيق والسكر. الآليات الاثنين حقيقة هي شغالة، لكن احنا برضه نعترف انه في تعثرات كثيره جدا، بالاخص في الجانب الخاص بالغاز والجانب الخاص بالدقيق، في تعثرات كثيره جدا جدا في الافران. احنا صحيح نقول الكميه اللي بتجي لمحليه الفاشر برضه ما نقول هي الكميه المناسبه للسكان محليه الفاشر، لكن هنا في مساعي ما نسمى عليه تزاد الكميه، لكن مع الزياده دي برضه في زي ما قال
في حركه بتاعت تجاره ماشي خارج المدينه، ماشي في اسواق الطرفيه بتاعت مدينه الفاشر، ودي واحد من الاشكالات. النقطه الثانيه برضه خاش في السوق، نحن الان مشددين مع شغل من تنسيق تام مع اخواننا مباحث التموين، عندنا امر محلي في النقطه دي صارم تضبط كل الحركه بتاعت السلع المدعومه الاستراتيجيه هي تكون خارج السوق، ده ممنوع مرعى بات سواء كان وقود سواء كان غاز. تواصل وزارة الزراعة بالنيل الأزرق تحضيراتها للموسم الزراعي الذي يستهدف زراعة أكثر من 3 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة وفق خطة تستوعب كل مراحل التحضير والزراعة والكديب والحصاد. وفي تصريح للشروق أكد وزير الزراعة بالنيل الأزرق استمرارهم في التوسع والاتجاه نحو الزراعة بالتقانات تحقيقا للإنتاجية العالية وفق معايير علمية تحقق شعارات زيادة الإنتاج. المساحة المستهدفة حقتنا 3,500,000 فدان، بالإضافة إحنا السنة دي مستهدفين زراعة 1,750,000 فدان بالتقانات، ودي بتكون عبر التمويل البنك الزراعي. البنك الزراعي بميل زراعة بالتقانات وتكون مؤمنة بشركات التأمين الزراعي، والزراعة بالتقانات معروفة يعني بتكون محتاجة لجازولين أكثر من الزراعة التقليدية، عشان كده في تحضيراتها وحياتها وزراعتها محتاجين لجازولين إضافة للتقانات، لأنه بنفتكر أن استخدام التقانات ده هو اللي بيرفع الإنتاج. الإضافة لأن المساحات اللي زادت في هذا العام دي مساحات العائدين في المنطقة الآن حصل فيها سلام، ودي برضو صغار مزارعين إحنا في الوزارة عبر وحدة التقانة وإرشاد هنستخدم لهم، نستخدم زراعة الحين وحزمة التقنية الكاملة. أعلن المدير التنفيذي لمشروع دلتا توكر الزراعي بولاية البحر الأحمر انتهاء الموسم الزراعي 2019-2020، ووجه المزارعين بالبدء في عمليات تنظيف الأراضي من بقايا المحاصيل الزراعية للإعداد للموسم الزراعي الجديد وتسليمها لإدارة المشروع اعتبارا من 25 من يونيو الجاري، وحذر الرعاة وأصحاب المواشي من السكن والرعي وحفر الآبار داخل الدلتا. وضعت وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية والاقتصادية بولاية شرق دارفور خطة لتوزيع الوقود للموسم الزراعي 2020-2021، وأوضح مندوب الوقود بوزارة الإنتاج أن عملية توزيع الوقود للموسم الزراعي تتم عبر آلية وفق الخطة الموضوعة للوزارة للموسم الصيفي، وأضاف أن عملية التوزيع تستهدف المشاريع الزراعية بالولاية والشركات والمزارعين بجانب المحليات بهدف توسيع الرقعة الزراعية لضمان عملية زيادة الإنتاج والإنتاجية للموسم الزراعي الحالي. وكشف عن كميات الوقود التي وصلت للولاية في الدفعة الأولى لبرنامج الموسم الزراعي تقدر بحوالي 50,000 برميل دفعة واحدة تساعد في عملية الحراثة، إضافة إلى أن هناك كمية من الوقود قادمة لبرنامج الكديب والحصاد في الفترة القادمة. أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية جنوب كردفان استلامهم لحصة الوقود الخاصة بالموسم الزراعي للولاية، وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة الولاية بهدف استلام وتوزيع وقود الجازولين والمبيدات المختلفة بجنوب كردفان، ودعا لتدارك المشكلات والتحديات التي تواجه الموسم الزراعي من التقانات والآليات الزراعية، فضلا عن تقديم خدمات الإرشاد الزراعي التي تساعد في إنجاح الموسم، وأضاف أن عملية انسياب الوقود تسير بشكل جيد. وقال أن الولاية تستهدف زراعة حوالي 5 ملايين فدان بمحصولات مختلفة تشمل الذرة والسمسم والدخن والفول السوداني، وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع هيئة جبال النوبة الزراعية لإدخال محصول القطن المطري في بعض المحليات. كشف المدير العام للإدارة العامة للثروة الحيوانية بشمال كردفان عن اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات الفنية واللوجستية لانطلاقة حملات التطعيم الموسمية للماشية لموسم خريف هذا العام، والتي تستهدف الإدارة تطعيم 600,000 رأس من الماشية ضد أمراض الأوبئة المختلفة. وأضافت في تصريح لسونا أنه تم تجهيز 3 أتيام بيطرية تقوم بعمليات تطعيم الماشية القادمة من مناطق جنوب وغرب كردفان، وقالت إن العمل سيكون عبر مخارف الولاية الحدودية بكل من محليات شيكان، الرهد، ومروابة والعيادات البيطرية المتحركة لبقية المحليات. ولفتت إلى أن عمليات التطعيم الروتيني مستمرة عبر مكاتب الإدارة العامة للثروة الحيوانية بمحليات الولاية المختلفة، وأكدت استقرار الأوضاع الصحية للماشية بكافة مناطق الولاية. النشرة الاقتصادية متواصلة معكم وفيها بعد قليل: الدولار والين يرتفعان مع تنامي العزوف عن المخاطرة.
أهلا بكم من جديد وإلى جولة في أسواق المال والأعمال، ولكن عقب الفاصل. ارتفع الدولار والين مع دعم تنامي المخاوف بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا للطلب على الملاذات الآمنة في العملتين الأمريكية واليابانية. وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد خسر وظائف تزيد عن مثلي ما كان متوقعا في مايو، مما سلط الضوء على الضرر الذي تسبب فيه إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار المرض. وجرى تداول الدولار عند 1.1256 أمام اليورو يوم الخميس بعد أن صعد 0.2% في الجلسة السابقة، وارتفع الين أمام الدولار مسجلا 106.86. تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين والولايات المتحدة قد تثبط تعافي الطلب على الوقود حتى مع تخفيف إجراءات العزل العام. وانخفضت العقود لأجل لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 40.49 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت 25 سنتا في الجلسة السابقة. كما هبط العقود لأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 1% مسجلة 37.58 دولارا للبرميل، ومضيفة بذلك لخسارة 42 سنتا يوم الأربعاء. وتراجع الخامان القياسيان بنحو 2% في وقت سابق من الجلسة. ارتفعت أسعار الذهب إذ تجاذب صعود الدولار وتراجع أسواق الأسهم العالمية المعدن الأصفر، فيما تعرضت الأسواق لضغط من زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مما قد يهدد التعافي الاقتصادي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1726.48 دولارا للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الأجل للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 1932.52 دولارا للأوقية، لكن البلاتين تراجع 0.7% إلى 813.48 دولارا، وهبطت الفضة 0.4% إلى 17.51 دولارا. في ختام النشرة الاقتصادية، هذا تذكير بأبرز العناوين. السودان يؤكد عدم قبوله الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي إلا بعد توقيع اتفاق. اللجنة التسييرية لمصدري الذهب تطالب بفصل عمليات صادر الذهب عن استيراد السلع الاستراتيجية. النيل الأزرق تواصل تحضيراتها للموسم الزراعي وتستهدف أكثر من 3 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة. نهاية النشرة الاقتصادية قدمناها من قناة الشروق. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.